دايما الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة المصرية بتكون عليها كلام كتير، لكن السنة دي الأمور مختلفة تماما، خصوصا إن الحكومة في الخطة الاقتصادية الجديدة ركزت بشكل كبير على القطاعات الخدمية والاقتصادية اللي تتعلق بحياة المواطن المصري. يا ترى إيه هي أبرز مفاجآت الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة المصرية؟ وإيه أهم القطاعات الخدمية اللي ركزت عليها؟ بانكير، نبض البنوك. الإصلاحات الحكومية اللي قامت بيها الحكومة على مدار الكام شهر اللي فاتوا بدأت تجني ثمارها، وحالياً الحكومة بتفكر إزاي تنهض بالقطاعات الخدمية والصحية اللي بتمس المواطن المصري بشكل مباشر زي الصحة والتعليم والتموين. طب إيه أهم ملامح الخطة الاقتصادية المصرية لعام 2024-2025؟ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد قايمة على 6 محاور أساسية، أولهم الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وقانون التخطيط العام للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وزيرة التخطيط قالت إن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 بتهدف لتحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية وتوفير التعليم الجيد والتدريب للتأهل الوظائف المستقبلية، واللي تعتمد على البحث العلمي والابتكار وإتاحة تأمين صحي ملائم، وكمان تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين وخاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية يتمتعوا بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية ويحصلوا على كل الخدمات العامة بشكل متساوي. وقالت إن الأهداف التنموية الأولية في رؤية مصر 2030 بتهدف لتعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي وال الغذائي وتحفيز التصنيع المحلي وإتاحة السكن اللائق وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وضمان توفير حقوق الإنسان. ايه القطاعات اللي الخطة الاقتصادية المصرية هتركز عليها؟ وزيرة التخطيط قالت ان الخطة بتعتمد على 4 قطاعات رئيسية لعودة قيام الاقتصاد المصري ومستهدف تحقيق 51% منهم في الناتج المحلي الاجمالي. القطاعات دي هي الزراعية والصناعية والعقارات والانشطة التجارية المتعلقة بهم، والحكومة بتستهدف زيادة نصيب الاستثمارات الخاصة علشان توصل ل 50% من اجمالي الاستثمارات الكلية، ده في اطار رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. هالة السعيد اختتمت كلامها وقالت ان التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية هيشمل تخصيص 42.4% للاستثمار في التنمية البشرية و 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و 8.4% لمشروعات الانشاءات و 7.1% لمشروعات النقل والتخزين و 3.8% لمشروعات الطاقة و 3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و 3.1% لمشروعات الزراعة و 6.1% للاستثمارات الحكومية التانية، بالإضافة لتمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.